سلام عليكم ورحمة معاكم ايمي كامل او محمود كامل، حلقة جديدة يا شباب. ايوه النهارده هعمل مقلب، انا راس الصفارة في صديق النوب سحس الفار، والنهارده معايا اخويا الصغنن وحبيب قلبي ملوكة. اهلا 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 هلا. ايه هلا ايه بقى ده؟ قول هلا والله، قول هلا والله بالشباب، قول سلام عليكم. سلام عليكم. قول انا غبي انت. يا شباب انا النهارده جبت لكم اكتر واحد هيساعدني في مقلب النهارده، فالنهارده قررت شباب زي ما انتم شايفين ظبطنا المكان اللي موجود قدامكم دوت، لان عنده يا شباب حاجه اسطوريه. مناخير بتنجان عندنا هنا، ابو مناخير بتنجان. عندكم هنا ابو مناخير بتنجان القروي الاسطوري بتاعنا ده. السلام عليكم عم الكره، شوفوا هنا يا شباب. سلام عليكم مزمزيل. بس مفيش دعوه بالمزمزيل، مزمزيل ده قليل الادب، انا اسف ليك جدا جدا. ولد تضرب اخوك الكبير قدام الفيليجر. This is دي حاجة. لا عيب عيب. اطلع برا اطلع برا. انت مطرود اطلع. يو اطلع برا، مولك اطلع برا. اسمع الكلام. لا برا انت هزعل منك. اسمع الكلام برا. ايوه كده. لا خلاص شباب زعل. لا خلاص. لا مالك، خليك برا. مفكرني جاي صالحه. خلاص اضرب شباب بدون ضرب. اوكي يا شباب انا زي ما انتم شايفين هنا عندكم الموبايل اللي نقدر نتصل بيه على راس الصفاره. ايوه ده نقدر نتصل بيه على مين؟ على راس الصفار. احنا هنقول للسحس ونضحك عليه راس بتنجانه. بس بقى اسمع بقى، احنا هنقول للسحس انه يا سحس احنا هنتصل النهارده على راس الصفار، انت هتسيبه تمشي وانا هسيبه وامشي، وفي الاخر مين هيفضل موجود معاه؟ راس الصفار. صفاره راس الصفاره وسحسه اللي هو هيبقى مين؟ انا يا شباب مش هنتصل بقى على راس الصفاره حقيقي، لا يا شباب ده انا حاطط نيم تاج لان ده مش موبايل. بصوا احنا دايما بنحط الموبايل لما بيكون فعلا في مود باك وهنتصل على حد معين، ولكن النهارده حطينا النيم تاج عشان نضحك على سحسه يا شباب، واحنا اللي مسمينا وانا اللي هتحول لراس الصفاره وهنشوف رده فعل عامل ازاي. فقبل ما ابدا المقطع بتمنى من كل واحد قاعد بيتفرج على المقطع ده. بص ايه اول حاجه لازم يعملوا لايك ويوصلوا الفيديو دوت ل 50,000 لايك. ولا هبندك. اسكت اتكلم الاول بقى كانت تتكلم. ماشي بص اتعلم واعملها زي اول يلا. اول حاجه لا إيه؟ ما تقول اتعلم الاول واعملها زي اتعلم. بص ازاي تجري. وقبل ما نبدا المقطع يا شباب ما تنسوش تضغطوا لايك وتشتركوا في قناه المشتركين وفعلوا زر التنبيهات، عايزين نوصل المقطع ده 100,000 لايك يا شباب. واقول لكم احسن حاجه. لا قولها قولها. طب قولها. 120,000 لايك. 120,000 لايك خلاص. بس اسمع بقى اقول لك على حاجه، في تحدي اسطوري. اول حاجه لازم انك تعمل صوت يعني عشان ابقى صاير نهد وكده. ايوه عشان تخوفه كده صح؟ ايوه ماشي. بس اسمع بقى اقول لك على تحدي اسطوري، ايه رايك انك تضغط لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس وتكتب كومنت، وكمان يا شباب لا هم دول بس، حط لايك وتشترك وتفعل الجرس وتكتب كومنت في 10 ثواني بس، لو عملتهم في 10 ثواني تعملهم بمناخيرك. تعملهم بمناخيرك. لا بمناخيرك صعب قوي ببقك. لا في 10 ثواني بايدك عادي ماشي، لو 20 ثانية اعملها لا بصباعك. ماشي خلاص. اوكي يا شباب بنات قدامكم 10 ثواني بالظبط، تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتكتبوا كومنت. فيلا نبدا. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الله عليكم. كله عمل يبقى انت اسطوره. اوكي يا شباب فدلوقتي هتصل على سحس صديق النوب يا شباب في الديسكورد، وهبدا ان انا اجيبه العالم هنا ونبدا ان احنا نعمل فيه اقوى مقلب في اليوتيوب. فبسم الله الرحمن الرحيم خلونا نبدا. اوكي يا شباب انا زي ما انتم شايفين جبنا هنا سحس الفار النهارده. سحس احنا الاثنين اسمع، احنا النهارده احنا الاثنين معاك عشان نتصل على راس الصفاره، ايه رايك كلنا معاك هنتصل على راس الصفاره؟ ايه بس بقى سحس سحس انت جبان يا سحس انت جبان. ايوه شوف اوعى مالك. اوعى مالك انا لو شفتك بتمد ايدك عليا او على سحس تاني والله هبندك. انا حلفت على فكره ما تمدش ايدك. لا حاسس جعان. بتعمل ايه يا سحس؟ موجوده هنا ولا حاجه؟ بتعمل ايه؟ انا جعان قوي. جعان. عايز تعمل ايه يعني؟ عايز اكل ديرت. عايز اكل ديرت. ديرت ولا دود؟ دود. انت بتدور على دود هنا في الديرت؟ لا يا حبيبي الدود في المستنقع هناك. اسمع انا بقولك النهارده هنتصل على راس الصفار، لازم تركز معايا انت واخويا. ولا راس الصفار يا محمود انت عبيط. اخر مره اتصلت عليه انا قفلت ماينكرافت ما فتحتهاش لمده 3 ايام ورا بعض. انت بتقول ايه؟ معلش بقولك احنا هنبقى معاك، محدش فينا يسيبك. مش انت بتخاف؟ احنا معاك ما تخافش. لا ما بخافش، انا قوي. انت قوي؟ مش معاه. طب اضرب دبل بوكس. هو مش هيعرف يمد ايده عليك لان انا حذرته.
ايوه كده اهو. طبعا عمره ما يضربك، لان انا قلت له لو ضربك هياخد بان. يلا تعال 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 نشوف التحدي هنا. تعال تعال تحدي ايه؟ الحق حط لنا موبايل جديد، مش ده اللي احنا واخدين عليه اللي برني عليه راس الصفاره؟ شوف هو مش ده موبايلك يا ابني؟ لا مش موبايلي، ده الموبايل بتاع التحديث الجديد. وات؟ ايوه شوف مكتوب راس الصفاره عليه. طب وايه اللي جاب راس الصفاره يا محمود؟ الله اسمع اسمع استنى نشوف التحدي. لو عايز الموبايل لازم تبني بوابه النذر. ها 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 هي هم فيليجر، المفروض ان دي هم بتاعت الفيليجر دي، عارفها؟ هم ايوه ايوه دي. فيلا بسم الله الرحمن الرحيم، جاهزين ان احنا نعمل بوابه النذر؟ ار يو ريدي؟ ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو. اول حاجه هنعملها يا شباب ان احنا هنجمع الخشبول اللي عبد الناشف بتاعتنا. طبعا انتوا عارفين وفي فين جنبنا تقريبا. احلف والله والله انك اسطوره يا شيخ. شوف يا شباب احنا الخشب اللي هنجمعه ده، بعد كده نجيب ستون، بعد كده نجيب ايرون، بعد كده ننزل عارفين على طول. يب ريفين ريفين. احلف والله والله. طب احلف تاني. والله والله رفيد. اه انت بتحلف تاني؟ طب انت حلفت ولا ايه الذكاء ده بتاعك ده؟ اوكي يا شباب بنات بسم الله كده عملنا اول حاجه الخشب بتاعنا اهوت، عملنا كرافتنج تشيبل. بعد ما نعمل كرافتنج تشيبل نحطها. واحد فيكم يعمل كرافتنج تشيبل؟ تعالوا اعملوا بالكرافتنج تشيبل بتاعتي. بعد كده اعمل السكات كده تمام بسم الله. تعالوا ندور على قبل ستون او ستون. يلا ننزل يا شباب 3 2 1. يا رب نفسي الاقي ستون وايرون جنب بعض. بعد ما اكسر الستون الاقي الايرون. يا رب يا رب يا رب يا رب. واحد اتنين، حاسس ان انا الاقي ايرون، حاسس قلبي بيقول لا مش ايرون. مش مشكله يا شباب بس نجمع شويه منهم كده. يلا يا شباب ليتس جو ليتس جو. جمعنا شويه من الكوبل ستون، اطلع بقى مكمل من هنا تمام. اطلع بالطريقه الاسطوريه ديت. وبعد ما طلعنا اي هي طريق طويل ليه؟ اوكي اي ميه. اه اوكي انا فتحت البتاع اللي هنا مش مشكله. اوكي نقدر نعدي من هنا، نقدر نعدي من هنا صح؟ ايوه عديت من هنا مكان سري. أيوة. يا شباب شفتوا عديت من مكان سري ازاي؟ ايه ايه القرف ده يا عم؟ ايه الميه دي؟ ايه كده ليه مالها الميه؟ نضيفة لا صح؟ لا في آه مية المجاري. شوفوا بيدور على مية المجاري. انا عارف ان انت وسخ اصلا وبتدور على مية. أيوة. المجاري. ايوه انا عارف ازاي اجيب مية مجاري. ايه ازاي؟ شايف السي دي مروسة احط هنا. ايه شوفوا الواد ده بيرمي الزبالة في المية عشان يروح. بص اعمل حمام فيها بليز. هي مين اللي يعمل حمام؟ مين؟ الخروف ده. الخروف يعمل بيبي؟ انت بتحمل خروف عشان تبقى ميه وموسخه وانت تستحمى فيها؟ اه اه لا 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 مش عايزين ايرون. ايرون سيبكم من الواد ده، الواد ده مجنون اصلا. في ايرون هنا، في ايرون هنا. انا لقيت ايرون، لقيت ايرون عندي في ريفين. وانا لقيت ايرون كتير جدا. يلا سحس بقى اشتغل اساس عشان نعمل بوابه النذر. لقيت كوت كمان على فكره. شباب سحس مش شغال عشان خاطر مش عايز يقابل راس صفار. انا عارف سحس. انا سحس بس انا قصدي انا ومكمل بس اللي بتناديني. يا جماعه انا مامتي بتناديني عايزين حاجه. مامتك برضو والله عايزين اجيب بطاطا من ال انت خايف خايف يا شباب خايف محمود ده شكله من كتر الخوف هيعمل يا حبيبي. ما احنا عارفين ان سحس خواف، ما عشان كده انا جبت معايا عشان خاطر ما يخافش. سحس احنا معاك يا سحس على فكره ما بخافش. ايوه اسكت خالص. ايوه هو ده سحس اللي احنا عايزينه، سحس الكلب. ايوه يلا على بسم الله الرحمن الرحيم. تعال نطلع من هنا يا شباب ليتس جو. ويلا بينا. انا جبت ايرون وانا جبت كمان ايرون. يلا نطلع من هنا وبس يا شباب. تعالوا في الكرافتنج تيبل بتاعتنا هناك اهيت. هنعمل يلا على طول، نعمل على طول يا شباب. شوفوا يلا على طول اول فرن نعمله تمام. لا هي انا بعمل فرن بالفحم. قالوا كده غلط جدا. انت قاعد بتعمل ايه يا سحس؟ قاعد بتعمل ايه؟ انا عمال بلوز ده عشان استحمى فيه. ولا بطل شغل ده الاستحمام ده. الايرون بيتحل. بص ايوه اتلوثت. بص الحاجه بقت بتطلع فوق فعشان كده الميه بقت ملوثه. لا يا كلب تلوث الميه عشان يستحمى. والله الليل بدا يجي قبل ما نتصل على راس الصفاره. اقفل هالو اقفل له الميه اقفل له الميه. محمود لا راس الصفاره هيجي في الليله الثانيه. يا محمود انت بتاخد من الفرن بتاعي؟ لا والله بتاعي. طب والليله الاولى ايه اللي هيجي يا محمود؟ الليله الاولى لازم نجمع فيها اغراض النذر. لا لا الليله الاولى لازم نجمع فيها الاغراض اللي هناخد بيها الموبايل اللي هنتصل فيه على السايرن هيد. اوكي كده يا جماعه اول محمود انا عملت لي باول بيكاكس. انا عملت لي كمان بيكاكس. سحس يلا سحس اشتغل معانا. سحس فيها سحس سحس اشتغل يا سحس. بص انا معايا بيكاكس. انت خايف اساس انت خايف. ستون ده ستون ولا ايرون؟ ستون. ستون ما هو شبهك على فكره. اوكي يا حبايا الثانيه ليتس جو. لا لا بس 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 امشي بعيد امشي بعيد امشي بعيد امشي بعيد امشي. بص طب هقول لك على حاجه. شمشم في الارض هنا على اوبسيديوم. في اخر الريفين ده هتلاقي اوبسيديوم. شمشم عليه في اخر الريفين ده. يلا انزل 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 يلا يلا يلا. اوكي يا شباب خليت سحس في مهمه برضو عشان انا عارف ان سحس هيفضل قاعد جنبنا. انا عارف دلوقتي شباب ان هو خايف جدا ومرعوب. بس مش زي انا عن نفسي. انا عن نفسي اسكت يا مالك اسكت.
ما تنقلش الكلام انت قريب مني، اسكت هو مش سامعني. شباب بنات، اللي انتوا عايزكم تعرفوه ان السحس مرعوب دلوقتي جدا، عشان كده مش عايز يعمل اي حاجه وخايف. فانا هستغل الفرصه وابدا اخوفه اكتر عن السايرن هيد، واقول له معلومات عنه غريبه يمكن يكون اول مره يعرفها، عشان يترعب اكتر اول ما انا اظهر له بشخصيه راس الصفاره. بس يا ريت بس اقرب منه الاول قبل ما اقول له المعلومات ديت. بس انا بس عاملها بيكاكس كمان. اوكي عملت بيكاكس كمان، ليتس جو. طبعا لا، ايه اللي خلاني اعمل بيكاكس؟ اوكي خلاص مش مشكله، تمام. هات ده وهات الفرن. محمود عايز بيكاكس تاني، انا معايا بيكاكسين. سحسن ايه؟ تعرف ان راس الصفاره مش بيمسكك بايديه الاول؟ لا، عارف بيعمل ايه؟ شفت رجليه الطويله دي؟ اه، بيدوس عليك الاول، يفعصك في الارض، يعملك زي الصرصار. بعد كده يقوم ماسك دماغك خلاها عن راسك، بعد كده بياكل الراس بدماغه اللي هي السايرن هيد دي، عارفها انت؟ وبعد كده بياكل بياكل جسمك وبيقرقطه العظم. بالظبط نفس اللي قال لك عليه، بيقرقطه كده. عارف يعني ايه بيقرقطه؟ بيقرقطه زي ما انت زي ما انت بتاكل السيدس كده. بالظبط. يلا شباب دلوقتي ننزل نجمع دايموند عشان نقدر ان لا ايه يا محمود؟ لا اوكي، البيكاكس بتاعي ما وقعش، وقعت في لافا. لا اوعى تقع في لافا. كنت هقع وراك بس لو انا ظبطت ايميلجي. اوكي يا شباب بنات، نروح ناخد البيكاكس والحاجه بتاعتنا. خليك انت هناك، صح؟ البيكاكس بتاعي ما وقعش، صح؟ البيكاكس بتاعي موجود معاك. البيكاكس بتاعك لا اتكسر. اتكسر وقع في اللافا؟ لا بس انا ما تخافش ما تخافش، انا هديك بيكاكس. الله عليك، والله معايا اخ اسطوره. يا شباب هات هات هات، فينك فينك؟ وسع. هات هات. على فكره البيكاكس بتاعي موجود، بص اوريك البيكاكس بتاعي فين. وسع وسع وسع. بص بص البيكاكس بتاعي فين، تعالى يا شباب نشوف البيكاكس بتاعي فين. شوفوا شوفوا البيكاكس فين، شوفوا شوفوا شوفوا. او 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 يا كلب يا محمود. تقريبا بقالي فوق يعني 5 دقايق عمال اجمع في كابل الصون، بس زي ما انتم شايفين. ايه لقيت دايموند. ايه دايموند؟ والله العظيم لقيت. لا يا محمود، ليه لقيت يا محمود؟ قصدي ايه ده؟ كويس انت لقيت، والله كويس. الله يكفو عليك. شوف التاني اللي جه ورايا على طول جري. وسع يالا وسع يالا، الدايموند ده بتاعي. يالا وسع يالا. ولا دول كتير. انا اخدت حبايه واحده. انا معايا واحده، معايا قصدي 7 واحده. ايه؟ الو يلا نرجع نعمل سبعه. تمام نسيبهم. اعمل لي بيكاكس واعمل لك 7. ايه يا جماعه انتوا بتقولوا ايه؟ لا كويس كويس. سحس خايف. شايف يا خوان يا جدع؟ سحس خايف. اوكي احنا طالعين دلوقتي عشان خاطر نعمل اول بيكاكس دايموند، ونبدا ندور على مكان فيه لافا. ولو حتى فيه لافا وما فيهوش اوبسيديان يا شباب، هنحط نجيب بوكيت ووتر. كده كده معانا 4 حبات ايرون اهوت، نجيب بوكيت ووتر يا شباب. انا معايا 13 حبايه. متحللين ولا مش متحللين؟ مش متحللين. انا خلاص هنحللهم. سو ايزي مان، معانا كابل ستون كتيره، ومعانا فحم، ومعانا خشب، ومعانا كل حاجه تقدر ان احنا نعمل بيها الاغراض بتاعتنا، ونخلص التحدي بتاعنا، وعلى طول نتصل على السايرن هيد يا شباب. وطبعا معانا سحس الفاره، واكتر واحد ما بيخافش، عشان كده قررت النهارده ان انا اجيب له سايرن هيد. شوف عيب بطبل لك ازاي. شوف اخويا جاي. جمعت جيش السيتس. جيش السيتس. شوفوا شوفوا. هي لا ميه، حاسب في ميه يا مالك، حاسب في ميه. او ماي جاد. تمام جيش السيدز الان. لازم طلعت فوق. ديت الراس الصفاره وتقرقطه في رجلي. شباب على فكره هو قاعد بيجمع دودو وقاعد يا ابني الحاجات. تعالى انا عندي اهو كرافتنج، ومعايا كرافتنج وفرن. تعالى طب تعالى عندي، تعالى عندي، تعالى عندي. اوكي لقيت المكان. شوف سحس هناك يا شباب. عايز اقول لكم ان سحس لحد دلوقتي مرعوب. اوه بصوا مش خايف، ده مرعوب مرعوب. اوكي يلا اقول لكم. بص كم فرن، بص كم فرن، وانت كمان، وانت اوكي وانت. حط اوكي استنى. التفاحه دي هي مصدر الحياه. التفاحه هي مصدر الحياه. شوفوا على فكره شباب، بص قاعد بيجمع في ايه، بيجمع في قلت لي بيكاكس دايموند. ماشي الله عليك. استنى بس احلل الايرون اللي معايا ده. حط خشب حط خشب حط خشب. هات خشب هات خشب. هي عايز خشب عايز خشب عايز خشب. والله يا سحس المقلب ده لو اتعمل فيك لخليك تموت يا سحس. بص هخليك مرعوب كده. شوف هتشوف دلوقتي كل حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي نعم محمود انت عايز ايه؟ مفيش حاجه. جايبين لك النهارده رينا على السايرن هيد. خلاص احنا بالليل اهو. بص يا محمود انا هو قاعد في مخنا، تعالى حط هنا. مش مطمن لك على فكره. لا لا ما تخافش. انا معايا. لا ثواني ثواني. مالك هو احنا هنسيبه؟ استنى مالك احنا هنسيبه؟ كل الناس لا هتاخد حاجه من الجيش. لا لا مش هنسيبك ما تقلقش. ايوه شباب والله دول اللي هيحموني. ايوه احنا الجيش. انهي جيش؟ السيدز. السيدز هم اللي هيحموك.
والتفاحه ديت يعني احنا نمشي وخليك انت معاهم. ايوه نمشي. ايوه بص هيظهر لك السايرن هيد. ماليش دعوه انا، هو طالما قال لك بقى ان هو يعتمد. لا بقول لك ايه، هما دول اللي هيحموني. هما دول اللي هيحموك يعني؟ خلاص يابا نسيبهم على السيدز والاغراض الزباله اللي هو قاعد بيجمع فيها من بدايه المقطع دي. ماشي مفيش اي مشكله. تعالى بس احنا ندور على اوبسيديوم دلوقتي يا محمود. انا معايا دلوقتي اهو 13 حبايه ايرون محللين. مش عايزين ايرون. بص اقول لك انت مهمه، اعمل انت الفلينت. اعمل انت فلينت. قبل ما تعمل انت فلينت تكون انا جمعت اوبسيديوم. يا رب يا شباب عايزين اوبسيديوم. انا اجر ادور لي كده اوبسيديوم. اوبسيديوم عارفين هيبقى فين مكان فيه اوبسيديوم؟ كنا ممكن نعمل بوكيت يا شباب وننزل المكان اللي فيه لافا. خلاص يلا بينا. يلا انا برضو سبت شويه لافا قبل ما يعني اشيلهم. اوكي كويس جدا. تعال انزل الكهف ده الاول. تمام ليتس جو. هنزل الكهف ده بالمره، يمكن الاقي اوبسيديوم فيه. يلا بسم الله بسم الله. طبعا سحس مش عايز يشتغل معانا لان عارف ان هو مرعوب جدا يا شباب، فمش عايز يعمل حاجه جدا زي كده. جدا يا شباب. ايوه فيلا بينا نجمع الاوبسيديوم. اوكي هنا في اوبسيديوم. لقيت اوبسيديوم؟ لا لسه بدور. اوكي اوبسيديوم 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 اوبسيديوم. حاول ادور لي على فلنت. اوكي دور على ايوه لقيت جرافل. لقيت جرافل لقيت جرافل. ايوه جرافل واعمل منه فلنت. تمام تمام ليتس جو. انا لقيت لافا كتيره جدا بس ما اقدرش ان انا اعمل بيها حاجه يعني. اوكي تمام. طب ثواني، طب ما تقول لي، ما انا معايا باكت ميه. معاك باكت ميه بس مش أيوة. مش هنعرف نحولهم لانها بلوكه واحده، بلوكه واحده من اللي اسمه ده من اللافا. استنى انزل تحت كده بعمق انا. ويلا يا شباب ندور على الاوبسيديوم. اخيرا جمعنا 16 حبايه من الاوبسيديوم. اتوقع ان دولت بزياده. هات الفلنت معاك، هات الفلنت معاك. بص لا انت حطها وانا هشغلها. ماشي ماشي. طب اسمع بص يا شباب، سحس واقف هناك مع اوكي بس خلي بالك تحط بلوكه غلط. استنى استنى احنا نعمل البوابه احنا من ورا كده. تمام 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 مش مشكله، عملناها كبيره مش مشكله. اوكي تمام يلا يلا حط حط فلنت حط فلنت حط فلنت. الله عليك. استنى 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 استنى. ايوه عايزين نفتح من تحت هنا، عايزين نكسر. ازاي نكسرها دي؟ عايزين نكسرها. لازم يا ابني ما احنا نعرف نكسرها بس تشيل البلوكه. لازم انا اشيل بلوكه. استنى اشيل بلوكه عشان اقدر الاول اخد الحاجه اللي جوه. اخد الموبايل، اخد الموبايل اللي هتحول بيه راس الصفاره. اوكي كسر واحده كسر واحده. ليتس جو. اوكي تمام اوكي هات هات ليتس جو. يلا 3 2 1. اوكي يا شباب بناته زي ما انتم شايفين حولت راس صفاره بس لازم نشيل الاغراض اللي مع. اوكي جاهزين 3 2 1. هاخد الجيش السيدز الاول بتاعه دوت اللي كان قاعد بيتحمى فيه. محمود 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 يا كلب انت سبتني ورحت. محمود انا لازم اتصل بي. والله لا اتصل بي، والله لا اتصل بي. موبايل ايه ده؟ اه يا محمود يا كلب برا انت برا. اه يا محمود يا كلب استنى. لا راح فين؟ انا هغوط. انا هخش في المي. انا مخفي. انزل 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 انزل. ها ها
انا مش عارف اروح فين. يلا انا موت. سلام. ازيك يا سحر؟ قول ازيك سحر. محمود الحاني. يا ابن انا راس الصفاره. محمود يا محمود في واحد. يا ابن انا راس الصفاره حبيبي. راس الصفاره ايه؟ انا اللي بجري وراك ده، انا بقتلك الزومبي ده. انا ده زومبي يا حبيبي ده. والله انا اهو، شوف حتى اهو. لا لا أهو. لا انت أهو. انا أهو. انا انا احلى مقلب. والله ما والله ما اكلمك تاني. هو طلع من السيرفر. يلا لا 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 استنى، طلع طلع من السيرفر فعلا يا شباب. لا والله طلع. او ماي جاد. لا يا المقلب الاسطوري. شباب بنات، اللي عايز يجرب المقلب ده بصاحبه يكتب تحت في الكومنتات الاسم بتاعه، وما تقلقوش انا هدخله في ماينكرافت من غير ما يعرف. بس شكرا لكم على خير الله. وشو شو شو سلام. شو اللي ترى شباب مع